بشكل مباغت هجوم بزجاجة حارقة على ملهى ليلي وسط القاهرة، مخلفا حريقا هائلا وهلعا كبيرا. ألسنة اللهب التهمت هذا المكان في دقائق معدودة. فرق الإنقاذ سارعت إلى مكان الحادث في محاولة لإخماد الحريق، فيما جرى نقل عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وتحدث شهود عيان عن اندلاع عراك عنيف بين المهاجمين وحراس الملهى قبل أن يتمكن المهاجمون من إلقاء زجاجات حارقة أشعلت النيران في المكان. ما منعوهم يخش، كلمة من ده كلمة من ده، مسكوا ببعض ضربوهم. انت عارف المحلات دي بيبقوا لها جردات حوالي 10 تنفار في كل حته كده، بيبقوا مستخبيين. اول ما بتحصل لقطه تلاقي في ثانيه بجردات جم. العيال عملوا نفسهم عبط ومشوا، وجولهم الساعه 7:30 بالظبط ضربوا الفرد وولعوا الدنيا وجردوا، عشان المحل كله خشب وديكور. وتبرز هذه المشاهد بعد إخماد الحريق حجم الدمار الهائل الذي لحق بالملهى. وبعيدا عن الخسائر المادية، لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. معظم القتلى سقطوا حرقا أو اختناقا جراء الدخان الكثيف الناجم عن الحريق. وساهم في الرفع من عدد الضحايا تواجد الملهى في طابق أرضي لا توجد به منافذ إغاثة. من طلعت من جوه لقيت النار جامدة جدا في المحل، مش تعالى جامد جدا. طلعوا جت المطاف طلعت 16 9 و6 بنات طلعينهم من جوه. دول يعتبر يعالم هيعيش ولا مش هيعيش. وفي الوقت الذي كانت فيه فرق الإنقاذ تنقل المصابين إلى المستشفيات، شرعت مصالح الأمن في تحريات واسعة لتحديد ملابسات الهجوم. معطيات التحقيق الأولية تشير إلى أن خلافات بين العاملين في الملهى كانت السبب وراء الحادث. وذكرت مصادر أمنية إلى أن منفذ الهجوم عامل بالملهى جرى فصله عن العمل، أقدم على تنفيذ الهجوم رفقة شركاء له ليضع بالتالي نهاية للملهى الليلي ورواده من عشاق السهر.